عليكم أحبائي طلاب الروضة الأولى، نتابع مع بعض مع حرف جديد من حروف اللغة العربية. هيا بنا. تابعوا معي هذه القصة الجميلة. في الغابة الكبيرة خرج زيد وزينة يبحثان عن الأزهار الجميلة. سمعت زينة صوتا غريب من بين الأزهار، زز زز. اقتربت لتعرف من الذي يصدر هذا الصوت، فظهرت لها: أحسنتم، نحلة صغيرة كانت تقول زز زز. خاف زيد وتابع المسير إلى شجرة الزيتون، فرأى حيوانا له رقبة طويلة. يا ترى هل تعرفون اسم هذا الحيوان؟ نعم، إنها الزرافة. عاد الأطفال مساء إلى البيت الجميل وحدثا الجدة عن يومهم الممتع. هل أعجبتكم القصة أحبتي؟ انظروا إلى هذه الصورة، سموها لي. أحسنتم، إنها زرافة. أما هذه الصورة، أحسنتم، صورة زهرة. وهذه الصورة، إنها شجرة الزيتون، زيتون. انظروا إلى الحرف الملون في هذه الصور، زرافة، زرافة، زهرة، ز ز زيتون. من يعرف ما هو هذا الحرف؟ رائع، أحسنتم، هو حرف الزاي. إذن درسنا لهذا اليوم عن حرف الزاي. تعالوا معا أحبتي لنكتب حرف الزاي. نبدأ ب فوق السطر بقليل، نرسم سنة صغيرة أو خط، ثم ننزل به بخط منحني تحت السطر ونرسم النقطة. إذن حرف الزاي له نقطة. نعود فوق السطر، نرسم سنة صغيرة جدا، ثم ننزل للأسفل بخط منحني ونرسم النقطة. هذا هو حرف الزاي. أحبتي، حرف الزاي يشبه حرف الراء، أحسنتم، لكن له نقطة، أحسنتم أحبتي. نتذكر مع بعض أحبتي صوت الحركات القصيرة مع حرف زاي. إذن هذه هي الفتحة ترسم فوق الحرف وصوتها أ. هذه هي الكسرة ترسم تحت الحرف وصوتها إي. هذه هي الضمة وترسم فوق الحرف وصوتها أو. زاي فتحة ز. ز. زاي كسره زي. زي. زاي ضمه زو. زو. إذن ز. زي. زو. سموا لي هذا الحيوان مرة أخرى، زرافة. ز. زرافة، أحسنتم. ما هذا؟ زر. زر. وهذه زبدة. زو. زبدة. إذن هكذا نكون قد أنهينا الدرس لهذا اليوم. إلى اللقاء أحبتي مع حرف جديد من حروف اللغة العربية. إلى اللقاء.